مرحبا أعزائي المشاهدين، هذه إحاطة يومية بآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم، أهلا بكم. الأحصاءات العالمية لانتشار الوباء أشارت حتى ظهر اليوم إلى أن عدد المصابين في العالم بلغ نحو 72,655,939 إصابة مؤكدة، في حين أن أعداد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى قرابة 1,619,077 حالة وفاة من إجمالي الإصابات. أما حالة الشفاء فقد بلغت نحو 50,874,955 حالة شفاء كحصيلة عامة. كما تعودنا وكما تشير الخريطة، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 16,737,267 إصابة مؤكدة، أما الوفيات فيها بلغت 306,459، منها إلى الهند سجلت إصابة 9,884,716 إصابة ووفاة 143,393. من الهند إلى البرازيل سجلت إصابة 6,900,990 إصابة، أما الوفيات فقد سجلت 1,081,419 وفاة. أما الصين فقد سجلت إصابات 86,741، الوفيات فيها بلغ 4,634 شخصا. إيران سجلت 1,108,269 إصابة مؤكدة و 52,196 حالة وفاة. بالانتقال من إيران إلى تركيا، 1,836,789، أما الوفيات 16,417. باقي الدول ودول جوار ليبيا، بداية دائما من مصر، تسجلت مصر 121,575 إصابة، أما الوفيات فقد سجلت 6,920. تونس سجلت أرقام إصابات 121,361، أما الوفيات 3,894، بينما سجلت الجزائر 2,584 وفاة، سجلت في الإصابات 91,638. من الجزائر إلى المغرب سجلت 399,609 إصابات مؤكدة، الوفيات فيها 6,624. أما باقي الدول العربية فقد سجلت السعودية نحو 359,888 إصابة، أما الوفيات 6,048. العراق 574,634 إصابة مؤكدة، في حين الوفيات 12,579. الإمارات العربية المتحدة بلغ عدد الإصابات فيها 184,949، وفياتها 617 وفاة. أوروبا، دائما نبدأ من إيطاليا، سجلت إيطاليا إصابة 1,843,712 إصابة مؤكدة، الوفيات 64,520. إصابة ألمانيا سجلت، أو إسبانيا عفوا، أكثر من 1,741,439، وفياتها 47,624. الإصابات الآن في ألمانيا بلغت 1,320,592، أما الوفيات 22,171 حالة وفاة. فرنسا بلغت 1,338,483، الوفيات 22,406 حالات وفيات. بالانتقال إلى بريطانيا، 1,849,403 إصابات مؤكدة و 64,170 حالة وفاة.
بالانتقال من الخريطة إلى الوضع الوبائي المحلي، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبينها 451 إصابة جديدة و127 إصابة مخالطة. التفاصيل في التقرير. من جملة 3392 عينة استلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من 15 مختبراً موزعاً في عدد من المدن والمناطق، أظهرت النتائج 2814 عينة سالبة و578 إصابة بفيروس كورونا، منها 451 إصابة جديدة و127 حالة مخالطة. في سلم أعداد الإصابات دائماً ولمدة أشهر، مدينة طرابلس في أول السلم بتسجيلها في آخر تحديث للمركز 300 وحالتي إصابة، بينها 241 إصابة جديدة، فيما سجلت باقي المدن التي سحبت منها عينات بين إصابة إلى ما يقارب 60. حالات الشفاء هي الأخرى تسجل أرقاما كبيرة، حيث سجل المركز شفاء 558 حالة، كان أعلاها في مدينة طرابلس بتسجيلها 421 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 61,453 حالة، فيما سجلت 15 حالة وفاة ليصبح الإجمالي 1,314 حالة وفاة من جملة أعداد إصابات وصل إلى 91,357 حالة، بينها 28,590 حالة نشطة. عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا اجتماعا مع اللجنة العليا متعددة القطاعات لمناقشة مسألة توفير لقاح فيروس كورونا. يأتي ذلك حرصا من اللجنة العلمية الاستشارية على متابعة الوضع الصحي في العالم وما يدعم المجتمع على المستوى الوطني، كما وتم استعراض الخطة التنفيذية للقيام بحملة التطعيمات ضد فيروس كورونا ولضمان الالتزام الوطني بمبدأ التغطية الصحية الشاملة من حيث تغطية قيمة التطعيمات والدعم اللوجستي. عقد في مدينة البيضاء اجتماع لوزارة التعليم والمديريات التابعة لها لمناقشة وبحث عدد من العراقيل التي تواجه انطلاق العام الدراسي الجديد وسبل إيجاد حلول لها في ظل الظرف الاستثنائي الذي تشهده البلاد. في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، اجتمع وزير التعليم فوزي عبد الرحيم بومريز مع مدراء إدارات التعليم العام ومراقبة التربية والتعليم ومدراء مكاتب التعليم الحر بالمراقبات. الاجتماع استهله الوزير بتقديم عرض عن كافة الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها وزارته بالتنسيق مع رئاسة الوزراء لإنجاح انطلاق العام الدراسي وفق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها اللجنة الطبية الاستشارية مكافحة جائحة كورونا، وما تم من ترتيبات إدارية ومالية لضمان توفير المستلزمات الطبية والإجراءات المالية الكفيلة بتسيير انطلاق العام الدراسي وإجراءات نقل الكتب المدرسية وتوزيعها. مراقبة التربية أكدت على حرص المؤسسات التعليمية على التقيد بكافة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا. المواد الاحترازية موجودة في المؤسسة التعليمية، وللأسف في هجمة شوية هيك من بعض المواطنين. نحن يكفي ولنا شرف أن الإجراءات الاحترازية مش موجودة في أي مكان إلا في قطاع التربية والتعليم. الطفل أو الطالب من الساعة 8 للساعة 12 وهو يكون معه الكمامة وعنده مادة التعقيم والتباعد الاجتماعي داخل الفصل وفي الساحة. الاجتماع أكد خلاله وزير التعليم على ضرورة تكاتف كافة الإدارات بالوزارة لمعالجة أي عراقيل بشكل عاجل لضمان خلق بيئة تعليمية آمنة. قام مصرف الجمهورية فرع كاباو بتوزيع السيولة النقدية لزبائنه بقيمة 700 دينار لكل حساب. المصرف شدد على الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال تعقيم كل زبون عند الدخول ووضع علامات على الأرضية ضمانا للتباعد الجسدي. عملية توزيع السيولة جرت بكل سلاسة وفقا لشروط السلامة الصحية، علما بأن المصرف مستمر في توزيع السيولة إلى يوم الأربعاء. المصرف وسحب السيولة 700 دينار المصرف الجمهورية كاباو،
وإن شاء الله يعني تقريبا لمدة 4 أيام اللي هو يوم الأحد والاثنين والثلاث والأربعاء. وصراحة لقينا متوفر لنا في كمامات وتعقيمات وما شاء الله يعني كان الوظيفة، وإن شاء الله ما فيش زحمة، ما لقيناش زحمة، واستقبالنا الموظفين متاع المصارف بكل رحب. واليوم قمنا بسحب تقريبا أو 700 دينار يعني تشوفونا. بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حال مراقب أو جالة مراقب تعليم ومدير مكتب التعليم الأساسي والثانوي في جالو على عدد من المدارس، وتم الاطلاع على انطلاق العمليات التعليمية في المدارس وآلية اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، إضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح العمليات التعليمية. في جولة في بعض المدارس لمعرفة مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، ولاحظنا هناك بعض المدارس افتحت أبوابها واستقبلت الطلبة بكل رحابية، وكانت هناك حقيقة حوافز من أولياء الأمور لدعم أبنائهم لدخول هذه المؤسسات، وخاصة هذه المؤسسات التي تم المرور عليها كان هناك فيها حضور المعلمين وإدارة المدرسة. رغم أني أنا أوجه عبارة في هذا المنبر إن العلم هي رسالة يوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة لا تقدر بثمن، وأن العمل لأبنائنا خاصة بعد ننظر إلى أبنائنا ورغبتهم في هذه الدراسة فهي رغبة حقيقية بعيدة عن كل البعد عن كل المسببات والأسباب التي تواجه. نحن ليس ضد المعلم في رفع من معاناته، من رفع من قسوة الحياة التي يعيشها الظروف القاسية، نحن كلنا معلمين وإحنا داعمين لهم في كل المواقف. بدأت السلطات الصحية في العاصمة الروسية اليوم بفرز الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 للبدء بتلقيحها، وتشمل الفئات الجديدة التي سيتم فرزها العاملين في قطاع الخدمات المدنية والثقافة والتجارة والخدمات البلدية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ولم يصابوا بأمراض مزمنة، بعد أن كانت الأولوية للقطاعات والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس مثل موظفي المؤسسات الطبية والتعليمية وموظفي المؤسسات الاجتماعية وغيرهم من العاملين في المؤسسات التعليمية والطبية الذين يعملون في مجال التنظيف والتمريض والإداريين في هذه القطاعات. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن أول لقاح لكوفيد 19 وصل إلى كندا يوم الأحد، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم اليوم الاثنين. وقال ترودو على تويتر أن الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد 19 لفايزر بيونتيك وصلت إلى كندا، ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأان في التطعيم باللقاح. أعلنت ألمانيا وكوريا الجنوبية عن مواصلة تجديد الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا رغم بدء حملة التطعيمات بلقاح كورونا في عدد من الدول. نتابع التقرير. رغم بدء طرح لقاحات كورونا في عدد من الدول على غرار بريطانيا وأمريكا وروسيا، فإن المخاوف ما زالت قائمة حيال ارتفاع معدلات انتشار الفيروس، إذ تتجه عدة دول إلى مواصلة إجراءات العزل المفروضة بسبب الفيروس، واقع دفع ألمانيا لاستبعاد رفع إجراءات مكافحة جائحة كورونا على نطاق واسع في البلاد أوائل العام المقبل. وقال هيلجي براون مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه متفائل حيال تشديد الإجراءات ما سيساعد في خفض أعداد الإصابات الجديدة. وتبدأ ألمانيا عزلا عاما شاملا يوم الأربعاء لمواجهة ارتفاع معدلات انتشار الفيروس. من جهتها أمرت كوريا الجنوبية بإغلاق المدارس اعتبارا من يوم الثلاثاء في العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها مع تصديها لأسوأ تفشي لكورونا منذ بدء الجائحة. ويعد إغلاق المدارس خطوة نحو فرض قواعد المرحلة الثالثة من التباعد الاجتماعي والتي من شأنها أن تغلق رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وقال رئيس الوزراء تشونج سيكيون
إن مثل هذه الخطوة تطلبت مراجعة متأنية مع تعرض الحكومة لضغوط متزايدة لبذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الإصابات. ونقل بيان من مكتبه قوله خلال اجتماع لمسؤولي الصحة إن الحكومة لن تتردد باتخاذ قرار للانتقال إلى المرحلة الثالثة، إذ رأت أن ذلك ضروري مع أخذها في الاعتبار آراء الوزارات والحكومات المحلية والخبراء المعنيين. صورة اليوم من هاملتون إسكتلندا لمسنة بريطانية تبلغ من العمر 90 عاماً تغمرها الفرحة بعد تلقيها لقاح شركة فايزر المضاد لكورونا. ختام نشرة تطورات كورونا حول العالم، للمزيد تابعونا على الموقع الإلكتروني 218tv.net في القسم الخاص بفيروس كورونا وجديد الأخبار. دمتم في سلامة.